2020 دمرتنا ودمرت العالم كله، وإن شاء الله في 2021 السلامة للكل، ويا رب تكون عنا رايحة كورونا يا رب. في 2020 بالنسبة لكورونا، لجائحة كورونا في 2020 يعني تدمر اقتصاديا ورجعنا للأسوأ يعني من أول. بنسأل الله عز وجل أن في واحد في سنة 2021 أن يرفع عنا هذا الوباء، ويكون إن شاء الله بالنسبة للشعب الفلسطيني بيكون بأحسن حال، والوضع الاقتصادي إن شاء الله رب العالمين يكون الوضع تمام، والناس تكون مبسوطة وتكون وحدة وطنية بالنسبة للشعب الفلسطيني.